فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأعاجم والعوام يجوز لهم أن يقلدوا في الاعتقاد؟ يسألون أهل العلم، يسألون أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يبقى على جهله واعتقاده وهو ما يدري هو صحيح ولا ما هو صحيح. يتعلم العقيدة إذا كان يمكنه يتعلم، يتعلم العقيدة. إذا ما يمكنه يسأل أهل العلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم، ما له عذر في هذا. نعم.